السلام عليكم. في العادي لما بننزل مصر تلاقي الناس اصحابنا وحبايبنا يعني وزمايلنا في الشغل يقول لك ايه وانت جاي من مصر هات لنا ادويه، لان الادويه بتبقى غاليه في الغربه والادويه لازم روشتة عشان تجيبها واحنا عارفين الدواء بتاعنا ايه. فخلاص العجيب ان بقالنا فتره بيحصل العكس، وانت نازل يقول لك خد الدواء ده دي لاهلنا وانت جاي ما يقولكش عايز حاجه خالص. فالموضوع يعني اثار انتباهي لان الموضوع اتكرر، فسالت صيدلي ايه الموضوع ازاي يعني، ده احنا في مصر عندنا اكبر مصانع الادويه من زمان جدا يعني من ايام الملك. فقال لي الفكره كلها لما ضربت الاسعار وكده بدات الادويه كلها ما بقاش فيها الماده الفعاله، فانت بتشتري حاجه ما فيهاش ماده فعاله فبتبقى مشكله رهيبه ان انت بتدفع مبلغ كبير جدا وما فيش ماده فعاله، فكانك بتاخد شويه سكر او بتاخد شويه قمح ملوش اي لازمه خالص ما بيأثرش على المرض. والناس حست بكده وحست ان الدواء ما بيجيبش فعال، فمبقاش يعني خلاص الناس بدأت تتجه انها تجيب المستورد على طول. عرفت ان عرفت بالتجربه بالفطنه ان الدواء ده خلاص مبقاش فيه ماده فعاله، بناخده ما بيتسرحش بناخده ما بيتعالجش، فكله بدأ يتجه لان هو اي حد قريب بره يجي يجيب له الدواء معاه او يدور على المستورد، والمستورد غالي ومش مكتوب عليه السعر لان هو متهرب. فمشكله كبيره يعني نتمنى من المسؤولين ان هم يلاقوا حل للموضوع دوت، ان مبقاش الدواء غالي وفي نفس الوقت ما بيبقاش فعال وفي نفس الوقت مش فايده، لان ناس كتيره اشتكت. ناس كتيره مثلا ممكن ما تاخدش بالها تاخد الدواء وهي المفروض ماده فعاله بتبقى موجوده وما بياخدش الماده الفعاله، فده بيأثر عليه. فنرجو المسؤولين الانتباه.